كاي مو طلعت الاعمال اليدويه ضعفت شححت نقول ليش؟ لان المكاين اسرع قامت تنتج وقاموا الناس يروحون على الاسهل وعلى الاسرع، فقامت اصحاب المهن التراثيه قاموا ضعف شغلهم قاموا هملوها للشغلاي وما علموها لاولادهم الاجيالهم ما علموها وظلت هاك تقريبا ظلت الوحدات من عندنا يعني يشتغل بيها هاي المهنه. كلمة الصفاء على لونه الأصفر اللي هو الخام النحاس الأصفر أو النحاس الأحمر، فمشيت كلمة صفاء عندنا بالموصل هاي من قبل أكثر من 800 سنة، إحنا يسموه بيت الصفاء مثلا. فأنا مهنتي الصفاء، الصفاء صناعة النحاسيات وصناعة الأباريق، صناعة الدلات، صناعة الأواني المنزلية، ها هي شغلتي. الايراد المستورد يجي اثر كثير على الشغل مالنا، اثر بايش؟ برخص الثمن وتطور مكاين وما مكاين، نحن ما عندنا مكاين ما مكاين، نحن نشتغل يدوي، هذا يجي ارخص كثير، يعني الدله اذا مثلا نحن ننتجها خلينا نقول يعني مثلا كلفتها مثلا 25,000، يجي المستورد ب 10,000 دينار، فقامت تلتجئ العالم على المستورد.